كثير بصير في عندي تغييرات على جسم المرأة ما بعد سن الأمل، وبالأخص التغيرات للأعراض اللي الشخص بشعر فيها مثل الهبات الساخنة أو التعرق الليلي. كيف بدنا نخلص منهم؟ زمان كنا نحكي عن فول الصويا ورجعنا بفترة خفنا منه، ولكن لحتى أطمنكم بحسب سيستميك ريفيو واللي هي عبارة عن دراسة بتشمل كل الدراسات اللي انعملت على فول الصويا، شملت 400 دراسة، كانت النتائج إنه فول الصويا بيحتوي على مركبات تسمى الأيزوفلافونز واللي هي مركبات نباتية بتقلد عمل الأستروجين بالجسم. هاي المركبات اللي نحن بناخدها من استخدامنا واستهلاكنا لفول الصويا بتقلد عمل الأستروجين، فبالتالي بتقلل من الهبات الساخنة وكمان بتقلل من التعرق الليلي. الجرعة الصحيحة هي 50 ميليغرام من الأيزوفلافونز اللي بنقدر نحصل عليهم من حصتين غذائيين من فول الصويا. الأفضل إنه نحن نركز على حليب الصويا الغير محلى أو حتى التوفو أو الإدمامي كمصادر للصويا، ولكن نبعد عن الأجبان الصويا بالإضافة للحوم المصنعة من الصويا لأنه نسبة الأملاح والدهون اللي فيها عادة عالية. وأكيد ما تنسوا إنه خلال هاي الفترة نهتم بالفيتامين دي والكالسيوم. ما بعد سن الأمل مع انخفاض مستويات الأستروجين ومؤشر الجسم اللي بيكون موجود عندي، بصير في عندي امتصاص للكالسيوم من العظام أكثر من تكدس الكالسيوم بالعظام، فبالتالي أخذنا للكالسيوم بكميات صحيحة إما عن طريق المواد الطبيعية مثل 4 حصص غذائية باليوم من الكالسيوم، حليب، لبنة، جبنة ومشتقاتها، أو إنه نحن ناخده على شكل مكمل غذائي 500 ميلي جرام باليوم الواحد يعتبر أساس. ضلكم بصحة وبعافية.